اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم خاصك تعرف. اليوم خصصنا لكم حلقه جديده على فوائد الشاي الاخضر. خاصك تعرف ان الشاي الاخضر قد يقدم فوائد كبيره للناس اللي كتعاني من الاكتئاب. كثير الدراسات الى ان شرب الشاي الاخضر يمكن ان يؤدي الى انخفاض في اعراض الاكتئاب. خاصك تعرف ان قوه الشاي الاخضر تكمن في مركباته النشطه بيولوجيا، حيث يحتوي الشاي الأخضر على حمض الأميني يعزز استقرار المزاج وتحسين النوم وتقليل التوتر، وكينظم الكورتيزول وهو هرمون إجهاد مرتبط بالاكتئاب، وكيدعم حتى الوظيفة الإدراكية والذاكرة وتجديد الأعصاب. خاصك تعرف أن الشاي الأخضر عنده استراتيجيات إضافية، بحال من اللي كنشربوا الشاي الأخضر قبل من الرياضة، بحيث كتعد التمارين الرياضية مضاد للاكتئاب، خاصة تمارين الانتقالات العالية الكثافة. خاصك تعرف أن الفيتامين دي كيلعب دور مهم في تنظيم الحالة المزاجية. خاصك تعرف أن الصيام حتى هو علاج أفضل للاكتئاب، بحيث كتير الأبحاث إلى أن الصيام يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الحالة المزاجية والصحة العامة. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل نلقاكم في حلقة جديدة ومع معلومات جديدة. إلى اللقاء.